أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اهتمام وحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستدامة نمو سوق العمل لتوليد المزيد من الوظائف في مختلف القطاعات الإنتاجية. جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026 في إطار تنفيذ أحكام مرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل. وأشار حميدان إلى أن الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026 تأتي بعد إنجاز 91% من مبادرات الخطة السابقة 2021-2023 التي شهدت ارتفاعا في معدلات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، موضحا أن الخطة واكبت رحلة التعافي الاقتصادي من خلال الاستفادة من نمو القطاعات المستهدفة وجذب الاستثمارات. هذا وأشار وزير العمل إلى أنه سيتم استكمال المبادرات المتبقية ضمن الخطة الحالية التي ترتكز على 4 أهداف استراتيجية تشتمل على 30 مبادرة، مؤكدا أن الخطة الحالية تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. هذا وتتضمن خطة سوق العمل للأعوام 2023-2026 عدة محاور تسهم في خفض فارق التكلفة بين العمل البحريني والأجنبي وتخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق المبادرات والبرامج بهدف إكساب الكوادر الوطنية مختلف المهارات التي يتطلبها سوق العمل.